يسعد مساكم صبايا شباب متابعين. اليوم وصفتنا فروج مع البطاطا. المتابعين عم يشتكوا خالي دلال الفروج ما عم يستوي، عم بيكون قاسي. اول ما بتجيبيه اغسليه بماء بارد مثلج، بعدين افركيه بقشر برتقان وحبه بصل، وحطي معلقتين خل، اتركيهم شي ساعه رح تاخدي طراوه بتاخد العقل. اتخلصي من قشر البرتقال والبصل وكل شيء وتابعي تحضير الوصفة. الوصفة هي معجون دبس فليفلة، هذا هو نزلي مقاديره وطريقة تحضيره بالقناة. اكتبوا اي وصفة بدكن ياها جنب دلال حناوي بيطلع لكم على جوجل او على اليوتيوب. معلقة كبيرة توم مطحون كمان منزلي، شوفي لونه ما احلى مثل المعجون. كزبرة معلقة، كمون، بهار، مكعب ماجي، حبات هال، بيعطوكي للوصفة فعلا ريحة وطعمة ولا اطيب. خلينا ننتبه على التكات الخفيفة هي اللي بتعطيكي الطعم الأطيب. ما رح نحط زيت زيتون نهائي لأنه زيت الزيتون ده يمنع الدجاج أو الأفخاد يشرب هالتبلة الرائعة. منا نحطهم بهالشكل. رح أتخلص أنا من قشر البرتقان، أنا منظفته، هذا خل، بواقي خل بحطهم. أنا منطفي الدجاج ونقعته بعدين بالخل وقشر البرتقان والبصل. تخلصت من البصل وقشر البرتقان أو قشر الليمون وتركت بواقي الخل. تبلة هاي للبطاطا. هالشكل تاخذ هالطعمات وهالنكهات لمدة ساعة. بدنا ناخذ طعم أطيب. عصير ليمون بهالشكل. بدنا داعم للطعم الأطيب. يوسفي أو برتقاني لو تعرفوا إيش بتعطي طعم. هالتكات الخفيفة أنا بسميهم النفس الأطيب. إحنا اعتدنا على مساعدة الجميع وإعطاء البدائل خصوصاً اللي عايشين ببلد الاغتراب. بقولوا خالي دلال ما عم نلاقي معجون دبس الفليفلة، ممكن تعمليه في البيت منزلي طريقته، وممكن هالفليفلة الحمراء اليابسة حطي لها شوية ماء اتركيها منقوعة ساعة وبعدين ضيفيها للفروج. وممكن إذا عزابية شباب مثل ابني رشوها رش، حطوا معلقة. بعد ساعة بنحط الزيتات بهالشكل كافي، معلقتين زيت مشان طعم زيت الزيتون. بدي احسب حساب البعض ما عندهم فرن، اليوم بدنا نعمله على الغاز، على النار الغاز بدون فرن. رح نحط بما يعادل 3 كاسات مكعب ماجي، ما تفكروا المي كتيرة. هلأ منشوف أنا خالي دلال المي تبعتك صفرة، أما تحطوا ماء لحم ما متوفر مكعب ماجي، ممكن تحضير منزلي وممكن جاهز، حلوه بالماء وضعوا، ما في استثنوا، رح تاخدوا الطعم الأطيب بدونه، ما في مشكلة. على نار وسط غطيناها بسلوفان أو ورق القصدير، بدنا نترك جزء من السائل. طريقة رائعة للي ما عندهم فرن. بالنسبة لأفخاد الدجاج أو للدجاجة المفروض نقلبها لحتى تستوي من الطرفين. حتى للي عندهم فرن هالطريقة سريعة، ممكن ببساطة بالنهاية تشعلي النار من فوق تكتسبي تحمير للدجاج، بنفس الوقت أنت اختصرتي زمن. كنا بنعرف أنه الفروج البطاطا بياخذ استواء وزمن كبير. لتحضير البطاطا عندنا طريقتين، ممكن نقلي البطاطا 3/4 قلية ونتبلها
بالتبلة اللي أخذناها من تبلة الفرن. اللي عنده فرن وخصوصا الطلاب ممكن تحطوها بشكل مباشر. ابني هيك بعمل وبياخدوا تحمير للبطاطا مع الدجاج مباشر، ولكن ممكن نتبلها بشكل مباشر بهالشكل وبعدين نقلي. أعطيتكم ثلاث خيارات، اختاروا وحدة حسب ظروفكم. بهالشكل حطينا التبلة وتبلناها، رح نوزع بهالشكل. تركنا جزء من الرطوبة، يعني تقلص الماء للنصف اللي وضعنا. نرجع على نار الغاز نتابع عملية الاستواء، تسبيك شوي بس، وننتبه انه نحافظ على الرطوبة، يبقى قليل من الصوص. وممكن بكل بساطة نحطها بالفرن تقريبا ربع ساعة وبعدين نقدمها، مع ذلك انتبهوا انه تكون رطيبة ما طيبينيش. الصوص اختفى، حطوا نصف كوب ماء وخلوها غلوتين وطفوا. قلتلكم عدة طرق بالنسبة للبطاطا، ممكن هاي نضيفها فوق الدجاج ومنتابع بربع ساعة بتكون جاهزة صينية فروج بطاطا. المفروض يكون بقاع الصينية في جزء من الرطوبة، البطاطا راح تمتصها، وفعلا بالغموس ما في أطيب منها. البطاطا بتجنن. قسمنا هالفخدين مشان نشوف طراوتها.